تروكي انجمان جي جي كار يه هريما جزيره رزدار قناتي هاي سشاده تابا ام بيرا مش من رابورتاج خوشي خوار مكن اليوم هو افتتاح الدورة الخامسة لمعرض الشهيد أراكول. إذا استمر المعرض من 29 الشهر السابع حتى 5/8 يعني لمدة 8 أيام. بالنسبة لدور النشر المشاركة في المعرض عددها 44 دار نشر منوعة ما بين دور نشر المحلية في روجافا ودور نشر الخارجية. دور النشر التي جاءت من الخارج من الدول الجوار هي من لبنان، من العراق، من سوريا، من باكور باشور وكرسان العراق وروجيلات، ايضا من ايطاليا دار المتوسط. بالنسبه لعناوين الكتب تجاوزت العناوين 13,000 عنوان، بالنسبه لارقام او عدد الكتب فوق 130,000 كتاب. اما اللغات فهي اللغه الكرديه، اللغات التي جاءت بها الكتب هي اللغه الكرديه واللغه العربيه، التركيه، الفارسيه، الانجليزيه واللغه الفرنسيه. هذا المعرض أصبح هي في الدورة الخامسة من خلال نشر الكتب من خلال جميع الاتحادات وجميع الدور النشر التي تشارك في هذا المعرض، فهذا المعرض هو أحد نتاج الثورة التي كان الكثيرين من الكتاب والذين كان لهم نتاج ثقافي كانوا يمنعون من عرضها في هكذا مراكز. من خلال متابعتنا لمعرض الكتاب على مدى 5 سنوات كمشاركين وكحضور، الحقيقة هذه السنة تميز بمشاركة عدة دور نشر من سوريا وأيضا أنحاء كردستان، تميزت بمشاركة كبيرة بالكتب، ولكن المكان الحقيقة ضيق وليس له متنفس.